مش هي الحين؟ لا ولا ايه الكاس موجود عند عبد الله الكاس. ها ينتقدونك، اسمع ينتقدونك ثم يحاربونك في الاخير. بس يا رجال كلنا نجيد التمثيل، يعني ما لنا عذر من الاول. الفكره هذه اذا تراهن عليها الاول يا محمد انا ما راهن عليها، ما تراهن عليها نشوف لنا بديل. اذا ما حصلنا بديل ما لنا الفكره هذه. نبغى لنا فكره ما فيها اي وقفه فراغ، انك قاعد مثلا انت فكرتك هذه اترك كانت حلوه، انت بتمسك الجوال هنا بتكون في فتره صمت ساكت، هذه تخرب المشهد. والاستاذ فادي قالها والله انها قالها المشهد المشي وانت تمشي لا وتمشي وترى يخرب المشهد. هذا مشهد اني اشوف السوشيال ميديا العالم تجلد فيني. على راحتكم وانتم كيفكم. ايش تشوفون انتم يا شباب؟ طيب خلنا نفكر، ما نقدر نتكلم بس دقيقه بس نفكر. واحد فكر فكر كل واحد خلاص لا توقفون على موضوع معين، هاتوا موضوع ثاني ثالث رابع خامس. فكره الارهاب ما تبونها؟ غير هات غير ما يمديها. يلا غيرها. ممكن نسوي ادرس يوم بجيب موضوع بدايه المحتوى النهايه. اجيب الرسالة اول شيء. والله غلط قسم بالله تونا نفكر فيها. اي والله غلط. ابراهيم الاخبط ترى درجات مجموعاتنا في المطبخ كلها يا ولد 50 60 اليوم تيكم جابوا 61. والله فني ان احنا ابراهيم مره ثانيه. بسرعه نقرر الان يا الربع، اعطونا فكره، اعطونا هل نواصل فكرتك اللي قلتها هذه مبدئيا يعني حلوه. بس ارهاب حلوه حقتك اذا درسوا لي ترى. وش 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 انا اشوف هذا نجاح حلوه. خلاص محمد بدون لبناني كن مخرج وتمدحني بعد. لا مخرج ما بيه مخرج ما انا ماخذه نهائيا. عادي مو شرط مخرج كويتي مخرج سعودي عادي. نعم. مخرج سعودي بعد ما خلص من التصوير تقول لي يعطيك العافيه محمد. لا لا نجم فيك ترى المخرج حلوه. لا 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 ايش بالك يعني خلاص انا اصير مخرج. انا خلاص محسن تصير مخرج؟ حصير مخرجين بعد. شو المشكله؟ بعد شو المشكله؟ المشكله اني انا حاطك في السوق يا محسن انك تطقطق علي. ولعبك انت محمد هذه لعبتك. الحاجي ما خليته ذا خليته ايجابي. انا شخصيته اصلا ما شخصيتي سلبيه. انا إيه محمد انتم حقين طقطقه انتوا راسك جلدنا. والله راسك من شاف راسك مربع هذا. والله انه ايجابي بيطقطق. حطنا السلبيين الله يسامحه. ممكن نجيب فكره انا نثبت عليها ونضيف عليها، ما في وقت نفكر. هذا اللي نقوله من الاول، انا نثبت عليها ونزيد عليها افكار. الحين احنا من استاذ اشرا ابراهيم عواد الله يذكره بالخير. سنة خمسة النقص قوة ترى احنا جبنا الأول وكان فهد مش معنا. ايه بندر ما دخلت والله ترى مرات مرات كمخرج شكلك بالكاب على الشعر. والله مخرج والله العظيم مخرج. والله ايش المشكلة؟ يقول لي عطنا سبب ليه مخرج تبي دور بطولة؟ ها؟ دور لا بطولة. ما دور بطولة ولا شيء. خلاص خذ دور محمد منصور. من هو؟ دور محمد منصور؟ لا مستحيل ما لا دور محمد صعب. دور محمد صعب في النهاية إمكانيات. لا لا والله ما يمثل إلا أنت في النهاية إمكانيات. دور محمد صعب أبو منصور صعب لأنه هو اللي راح يدخل المخرج يجي قدام. دام أفكر فيها أكيد أنك بتمثل فيها زين. تمثيل لك زين المخرج سهلة بس يجي قدام. أنت رضيت بلا طيب ما عندي مشكلة بس قال لي أبيك في الطقطق أنا والصقري. عندك فكرة؟ قال أبيكم حق الطقطق أنت والصقري. والله أنا الشخص اللي جاي إني أكون مخرج. لا زين عندك فكرة هنا بذاك؟ فكرة الإرهاب حلوة. ما تكون مخرج العمل حلوه مدى طويل. لا ارهاب ارهاب ما تكون مخرج العمل. ما تكون مخرج العمل في دور مخرج في المشهد. ادري ادري فاهم فاهم. طيب فاهم انا خلاص. لا ما حق خرب كيف عندك فكره غير حق الارهاب؟ والله شوف ما نقدر نحصر انفسنا بفكرتين حق محمد والارهاب وبس ولا بعد خلاص احنا فاشلين. لا لا بنغير فكر بنغير حق المخرج. يبدا التصوير باتصال من بندر لي. بندر لا يبدا الاتصال من محمد. يبدا على طول اتصال مني ومنك. حلو محمد وينك؟ انا والله توني طالع من التصوير وجايك. وينك انت؟ تعال تعال العيال في الاستراحه تعال. جيتكم حلو خلصنا 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 مريت بالمرحله هذه انا كلها. يدق علي بندر. بندر مدير انتاج. هلا محمد ابيك في المكتب ضروري. يلا انا جايك. اجي عند مكتب يوقع معي عقد ب 2 مليون.
على اساس اتوقع معك في فكره زين مو في فكره في فكره لا تضعف المشهد في في فكره ليه ما نوصل رساله اجتماعيه بس عائليه يعني مثلا اخوان صار لهم مثلا 10 سنين ما كلموا بعض صارت سواها سواها ساير زين ليش ما نسوي ليه ما نتكلم عن تفكك الاسر بالجو عن الجوالات لا هذه ما ضعيفة كيف ضعيفة؟ والله ما لها مشاهد واجد كيف ما لها مشاهد واجد؟ عطنا عطنا يلا عطنا عطنا السلاح انا اسالكم تشويق يا شباب تشويق اللي يبغى جحفله من الاخر مشهد فيه جحفله يعني فيه هذه يعني انه يكون كل العالم متوقع انه محمد ايوه اتوقع شيء يصير شيء ثاني بس شيء قوي يا سلام هذه يبي لها مو بيوم هذه قوة المخرج اصلا ما يبي لها للمغرب هذا قوة الفكرة اتوقع انه بيصير كذا تعصر مخك زين تطلع ما يمدي المشكلة لا لا يمدي انت طيب بس السين قالوا لك على اساس ان التمثيل اليوم ترى يوم الثلاثاء اليوم تسلم زين اليوم في الليل تمثيل يوم الثلاثاء لا بعد المغرب ها ما هو باليوم كلاكيت لا في ذمك ايوه الراس بكره اجل اجل همكم صدق سنو خلني اروح اكل تعال تعال اقسم بالله نحسبها اليوم يا عمي طيب بس تعال يوم الاثنين خلاص خلاص اليوم باذن الله نجتمع اليوم في قبل اليوم الساعه دي الميته ونطلع فيها الافكار اللي عليها الكلام اشترك وانت لو تبون مشهد صام والله مو منك من راسك البيت عدوك والله نحسبها اليوم ما باليوم محمد والله اني احسبها اليوم لا يا محمد اقول اليوم اليوم زوارة اليوم اثنين اليوم زوارة في ذمك اي والله الله يستر منه تعال يا اخي وجهه اكشن اذا تكلم اي والله وجهك عليك يا الله تعابير وجهك صراحة والله اني احسب ما تشوفني اقول ما عاد في وقت لين بعد المغرب صدمتني انت تقول تسليم اليوم بعد تسليم المغرب. بس طلبات ما في تسليم اليوم نسلمها بالليل الله يقطع بي يسعدوكم يا شيخ زين ايه ودنا نخلي مشهد صامت تبو مشهد صامت يا مستر بس يبيلها كتابة كتابة شلون ترجمة يبيلها سيناريو وش مو صامت الناظر في بعض لا لا يبيلها فكرة مجنونة يبيلنا ثلاث لوكيشنات اثنين 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 ما في اثنين اثنين واحد محمد صقري وبندر اقسم بالله عاد بقي ضحك نبي ضحك يا رب تكفى كلنا نقدر نسويها والله كلنا كوميديا قلبنا والله كوميديا هي كوميديا مو طقطقه كوميديا حركه نسويها بس يبي لها رساله بس خلها بعدين خلها نخبز كوميديا نخبز يجيك واحد ايش رايكم؟ انا عندي فكره بس هذه والله نحسبها اليوم امانه معكم فكره هذه امانه معكم فكره هذه وش هي؟ هذه ابغى تسويها في ريلتي بس اشوف يمكن تسويها هنا انا ما سويتها ترى بسوي في ريلتي اليوم او بكره وش هي؟ نسوي مسرحيه غنائيه ما ايش هدية قصدك؟ ايه ايش هدية؟ كلنا ايش هدية؟ خمسة سلام عليكم ايش رايكم يا شباب؟ تخيل وش الرسالة؟ اقول تخيل تخيل اشكالنا احنا محمد تنفع ريالتي اي اي تنفع ريالتي مو برسالة هذه ريالتي بسويها طيب شنو الرسالة اللي فيها؟ للمنشدين تصير يعني؟ لا وش دخل؟ ابو راشد اعطني فنجان وش دخل منشدين؟ انا اي شيء انتبه للطريق شاهي تبي الطريق ايش فيك؟ خاتم والله ما جاك الخاتم ها؟ والله ما جاك ها شوف اتحل بالله الحمد لله وانا متوتر انت التمثيل عقب فيك عجاله فيك الطياره على غير شان عودت علي بحسن متوقع اليوم بزواره والله اليوم محمد صقري مشاعل جايه لا انا شوف اذا محمد اذا محمد يرقاح يبي يخرب فقره زواره يجيب مشاعل اي عز الله والله صدق بتصير اعبر من عبد الله بنروح لمحمد القرقاح احنا رايحين شو اسمه بنروح محمد فلاح بنروح طلع الله يستر صقري باي فهد الحركان ومحسن والربع امسكوا عماركم انا والله خلاص الحمد لله فهد يا رب تدرون لو انه اهم شيء احنا ناكل ابن منصور دارك الخطوتين ووقف تدرون تعب راسه خير ما عاد قدرت ما محسن ابو منصور اذا جت فقط زواره ورسب فيها بيركض طريق الباب براسه تعرف تعرف هذا تعرف اللي بالافلام محمد تعرف اللي بالافلام الخشب يضربون في الباب راس محمد علي باب ما بيروح يلف من وراء طريق الباب يا بعد اي باب الهنجر ما له حل ها والله محسن والله اسمع اسمع والله اسمع ما عاد شافه حقت اتوقع زواره تدرون لو دقيقه ايش رايك مع فهد الحركان الظاهر اني عقب فهد
هل حقت الجوال لك ربي ستر ربك سلم تدري من زواره اليوم جفراش احد السفاره متى يلا يا رب محسن يلا يا رب اخوان هنا ما راحوا باقي منو بسم الله والله محسن بيقول ما بيهم شبعان منهم نعم محزن اصلا ما اللي قالك اني ابيهم يا محمد وجاب خطا اصلا يا حبيبي جاب هذا خطا يا 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 محمد خربت فغرتك يا هذا ولا يحزن ولا شيء يلا انتوا يا عبد الرحمن خالد يلا ارجع لا الموت انا ما قلت لكم ارجعوا امس اتوقع ان عبد الله اللي يحيى حتى انا لا انا اتوقع يا بجاد يا عبد الله ايه لا هم اتوقع تخيل ديب 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 تخيل محمد اللي امس فريق دامي حطوا مقطع منه الصور اخوي بقلب اخيك صغير كيف شكلك كيف انت شكلك والله ما شاء الله عليك والله فريق دعمي للامانه قسم بالله فكر تبارك الرحمن كل واحد سبعين واحد منصور من حاله محمد منصور عز الله بيه ناس محمد جابوا بنته واخوه تذكر الرجال كيف كيف ابيض وحمار يقول حمار كيف ورده وانت اسود ما ادري الاعمال فيهم خير وجع فيهم خير بس بعضهم ترى ما يتابع ما يدري.